الثانية هو العناية الخاصة بالعالم القروي، لأن يعني شاءت الأقدار أن تكون أول اتفاقياتهم من العالم القروي، وخاصة الطفولة والشباب داخل العالم القروي باش يتمكنوا من الدراسة ونحاربوا لهذا المصير. العبرة الثالثة هو أن هذه أول شراكة بين المجتمع المدني ويعني الجهة والوزارة الوصية والجماعة المعنية، رباعية، هذه اتفاقية رباعية اللي كل واحد مساهم فيها بشكل مهم. يعني احنا ما كان هدروش على اتفاقية رمزية، هذه اتفاقية بالتزامات يعني مادية ومعنوية وكذلك يعني بالمعرفة وبالخبرة وبالمهنية. دونك هذا هما العبارة الثلاثة اللي بغيتكم تأكدوا عليهم، وبغينا أن إن شاء الله المشاريع اللي دوزناها تمشي دائما بنفس الطريقة. اليوم توقعت الاتفاقية ديال بناء الإعدادية الثانوية في جامعة مكارطو الترابية بين جامعة مكارطو اللي ساهمت ب 1 مليون درهم والأكاديمية بواحد 2 مليون درهم والجهة بواحد 3 مليون درهم ومؤسسة نجيب بن شيخ ب 1 مليون درهم. الحمد لله اليوم توقعت الاتفاقية باش تفك واحد المجموعة ديال المشاكل ديال التلاميذ ديال جامعة مكارطو اللي كانوا كيديبلاصاو من جامعة مكارطو الترابية حتى المدينة ديال بن حماد بحوالي واحد 60 كيلومتر ولا 70 كيلومتر، وهذا الشيء اللي كيخلف دائما الهدر المدرسي لا بالنسبة للتلاميذ، لأن المنطقة تقريبا منطقة فيها الهشاشة بزاف، ما يمكنش لي بارون انهم غادي ينقلوا وليداتهم حتى المدينة ديال بن حمد باش يقريهم. الحمد لله، ومرة اخرى بشرى ساكنة جامعة مكارطو بناء هذه الاعدادية، وشكرا.